مع اني هسه ما اكل. لا ثانيه ثانيه يا الهي. او ماي جاد. هدي كده هدي كده. بص بقى يا عصام، اللعبه هي ان احنا نسالك اسئله. تمام انا عايزك تقوم وتنتشر مع دول يعني. انتشر؟ اه اللعبه احنا نسالك اسئله. هتجاوب بأه او لا؟ لو لا عندي قبل ما نبلش بالاسئله. ماشي. انا كثير ما اكل قبل شوي. اوكي خلاص كمل. بتكفي اكل ما في حاجه. اوكي لو اجابتك بلا هتقول لا بمنتهى البساطه. لا. طب لو اجابتك اه او نعم هتقول نعم وانت بتحكي لنا القصه اللي هي اجابه السؤال وبتاكل بيتزا. ايه رايك؟ تمام. انا حاسس رح قلنا لا 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 هذا اللي راح يصير. لا 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 بصراحه اول سؤال، كم مره اتكلمت مع نفسك في المرايه؟ شي مره او في مره؟ ايه كثير كثير. يلا كثير. احكي لنا مثلا مره كنت بتتكلم مع نفسك في المرايه وبتقول ايه وانت بتاكل كده. بحفلتي بالاردن كانت اول حفله بسويها، دخلت على الحمام وطلعت على المرايه وبحكي انه بحمس في حالي كنت. اوكي فبحكي شي مره رح تقص شعرك قريبا؟ طبعا انا اصلا مقصه يعني، بلشت اقص فيه شوي شوي قبل ما الناس تتعود. طب لانه هو ما كلش وبيجاوب على السؤال. كلك لقمه يعني كثير بيتزا كمان يعني. لا ده لسه في هنا وفي هنا من كفي بعد الحلقه. نو بريشر يعني، بس رح تكفي 100 100. نورا انت مش عايز تسالي معانا؟ يا طبعا انا معاكم. قد مره بكيت عشان وحشوك اهلك او اشتقت لاهلك؟ طبعا. ايش؟ ما سمعت. بكيت عشان وحشوك اهلك او عايز تشوف صورة؟ زمان كنت كثير اكون خايف انه اخواني يكبروا وانا بعيد عنهم. اوكي. شي مره حضرت فيلم اكثر من مره؟ طبعا. خش بقى على الثانيه كمان. اي فيلم؟ بصراحة كثير كل شيء بحضره كمان مرة. حتى جاتا لما بيعجبك الفيلم. اوكي. طب هل في او شيء مرة قضيت يوم كامل من غير انترنت؟ لا خالص؟ بلا. ايوه. ما انتش باين مالي يا زلمة. طب شيء مرة وصلت لمرحلة يعني نوبة ضحك قدام الناس ما قدرت توقف؟ يعني نادرا. هاي يعني بس حصل. هاي يعني بمسكها بدون ما أكل نادرا. طيب شي مرة استعملت بطاقة هوية مزورة لتبين أكبر من عمرك؟ كول جيبوا له كاتشب. كملي. نكست. يلا لنا. أنا؟ نورة؟ يلا نورة. طيب شي مرة سكت دراجات نارية؟ لا صراحة يعني بكل صراحة مش شني شبعت. بتحب؟ بحبش. بتحب. طب شو؟ أنا بالزبط. عندي أنا كثير بحب أشياء كثير بس. طيب في سؤال مهم أوي. متهيألي بقى ده هتجهز الجزء ده. في مرة قلت إن أنت عيان عشان ما تروحش دعوة أو تروح. طبعاً. طبعاً. أنا كنت حاسس. طبعاً كلنا. أنت كثير. بلش كلنا يا حب. لا معلش انا تعبان وجسمي وجعني جدا جدا شكلها كورونا فاهم. اي بعد من هون. لا لا ده بعيد. شي مرة زعبرت بلعبة غير هاللعبة؟ لا. عم بتزعبر. عصام المعجبين ومتابعين لايف ستايل ارسلوا لنا مجموعة اسئلة زي ما قلت لك، بس الان اخترنا نلعب معاك حاجة ثانية. اخترنا منهم مجموعة بنلعب معاك انك تجاوب بسرعة. تمام. حتى من عندك جاهز؟ تمام. لو ما كنت مغني حتكون ايش؟ لاعب كرة قدم. اوكي. ليه ما بتعمل غنية مع حسام السلاوي؟ لانه الكل بيقول انه بتلبقوا كاصوات مع بعض. في اشياء بتصير خلف الكواليس. بدنا نعرف شيء تفاصيل اكسكلوزيف. انا اوريدي منزلينها عندنا على الانستغرام اسمها ماماسيتا. بتنزل بالصيف ان شاء الله. انا شفت جزء منها كده وانتم في الاستوديو. ماماسيتا. اوكي. طيب هل عشت قصة حب قبل كده والأغاني بتاعتك بتغنيها لقصة الحب بتاعتك؟ طبعا. أيوة. إيه بقى قولي احكي لي. يعني أنهي أغنية كنت بتقولها لها وإيه الحدث؟ يعني حسيت كل أغنية لها قصة. أيوة. نادري بتفسير مش قدام رح نعرف كل إشي. لا 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 كده هنرقى تاكل يعني. تعودت عليك أكيد ما رح أكون يعني مثلا بس
مش متعود عليها راح تكون متعود عليها. اوكي إيه والله صح ولا لا؟ صح مالا كل لا انا بس ما راح اكل شبيه خلاص عشان انقذك من نادر اقول لك مين اقرب صديق لك. إيه الاكل عشان ما حدش يزعل الاكل ينفع دبلوماسي عشان ولا حد يزعل. ذكي عندك موهبه غير الغناء والاكل؟ لا صراحه الكوره كره القدم كره القدم يا عندي كره القدم. طب كم اخ واخت عندك؟ عندي اخين كبار فادي ورامي.